اهلا وسهلا فيكم بكلنا بالهوا سوا ابيسود 9. اليوم معنا بطل من بلادي, معنا the champion, the man, نديم سلوم. نديم سلوم is the first professional boxer بلبنان. في غيرك؟ ما بعرف إذا صار فيه, بس ما كان حدا قبله. When was the first time? No. When was the which year كنت أنت the first one? 2017. Yes. So هو the first is not the only. برافو على البقية, بس the first بياخد كل الرهجة. Okay. The first professional boxer رح يخبرنا شو يعني الواحد يكون professional boxer, ورح يخبرنا شو يعني the lifestyle of a professional boxer. هيدا شيء جديد, هيدا شيء فخر لنا كلنا. It's great to have you on the show. Thank it's an guys. Honor. It's very funny and interesting. كيف تعرفنا على بعض فجأة؟ هلا منخبر الخبرية وهيك. نديم, أول شيء welcome back to Lebanon. أنت وين عايش هلا؟ أول شيء بقول thank you لأنه استقبلتوني هون. عايش أنا بنيويورك. Okay. يعني I'm based in New York. Okay. بس هلا it was the first time I moved to Orlando to have my training camp in Orlando. Okay. So basically برجع على نيويورك. اوكي, وهلا امتين انت جيت على لبنان؟ جيت من 5 ايام. حلو. وفادت بعد 9 ايام. كتير منيح. يعني قد سريع. اوكي, وانت وقتها انت ليه رحت على نيويورك؟ اوف, ذاتس ا لونج ستوري. اوكي, ليه رحت على نيويورك؟ اول شيء رحت على مكسيكو. اوكي, اي ليفد ان مكسيكو. تبلش بروفيشنال كارير تبعي. Okay. تعلم كيف بدي بلش بروفيشنال كارير تبعي, وبس عملت 3 فايتس بمكسيكو قررت انه as a professional. Yes. Okay. So انت قبل بلشت من الزيرو هونيك ام؟ Yes. بلشت من لبنان. بلشت اماتور بلبنان. اوكي. Okay. كنت لعب بطولة لبنان. 11 سنة. اوكي, وهاو ديد يو ستارت؟ Like amateur boxing gym next to my house. That's okay. It. كان بيي كوتش بادي بيلدينج بنادي. اوكي. وجا لي اصحابه بيعملوا بوكسينج, تعال اتمرن وهيك. توسو like all gyms in Lebanon. That's it. Amateur. لعب بطولة يعني ب 11 سنة عمل بس 40 فايت. اوكي. Which is nothing. يعني احنا كان بيلعبوا يوجولي بسنتين وثلاثة 200 فايت. اوكي. بس نحن بوكسينج يعني كنت كل سنة العب فايت فايتين ماكس. بطولة لبنان شي يعملوها شي ما يعملوها. لعب بطولة آسيا مرة, بطولة البحر المتوسط 3 مرات. ربحتهم كلهم هون؟ لا, بطولة آسيا عملت كنت بين أحسن 8 لعيبة بآسيا. هلو. 2015. أوكي. بحر المتوسط مرتين فضية, مرة ذهبية. In and out يعني, بس كنا نلعب مع opponents عندهم experience أكتر, وخصوصي بالأماتور مش مثل professional. You need a lot of experience. يعني the more experience you have the better you are. تخيل أنت معك 41 معه 200 literally. يعني أنا بالبطولة آسيا خسرت مع عراقي كان عنده 260 fight بس لعبت أنا وياه. Yes. Okay. It's hard. Yeah, it's crazy. So. وأنت بلبنان كنت عم تحكي مرة إنه there's a huge difference, there's a huge gap بين شو الواحد بيفكر بيعرف, شو الواحد بيفكر ما بيعرف. يعني أنا عشت عم بقولك بلبنان كنت فكر حالي إنه ما في فرق بيني وبين البطل العالم, بس بدي الأوبرتيونيتي. بس فليت اكتشفت إنه السبور كتير ضعيف عنا. جاب بلشوا لي من الزيرو. يعني حتى الجاب قعدت أتعلم الجاب for a whole month بس صرت بنيويورك. يعني what's the difference؟ يعني إذا بتفرجينا كيف تعمل الجاب قبل وكيف شو الفرق؟ what's the fundamentals؟ يعني how like the basics. أهم شيء the basics بالبوكسينج. نحن هون على طول منحب which is not bad, بس منحب دغري نتقدم بسرعة. يعني منعمل أشياء كتير advanced نحن بعد ما منعرف the basics. خلينا نعرف أول شيء كيف نوقف, كيف نضرب جاب, كيف نضرب right hand, كيف نضرب uppercut. then we move to like advanced footwork. نحضر مثلا يوتيوب لوماتشينكو, نحضر مايك تايسون, بنصير نجرب نقلدهم. خلينا نعرف بالأول basics تبع البوكسينج. So هيك. انت يعني انت you played for 11 years بلبنان. How did you decide انه okay let me move to Mexico or New York? Yes. بس بلشت بلبنان انغرمت بالبوكسينج. كنت احضر ماني باكياو ومحمد علي. قلت man this is what I wanna be, this is who I wanna be, I wanna be a world champion. So كانت براسك is it possible to become a world nothing champion? Nothing is impossible من انا وصغير. Okay, that's amazing. Okay. انا ربيت ببيت يعني اهلنا اهلي عطوني الاوبورتونيتي فكر مثل ما بدي واعمل الشيء اللي بحبه بحياتي. حلو كثير. اوكي, سو بيزيكلي 2014 فتت على جوجل وكتبت نمبر 1 بوكسينج جيم ان ذا وورلد. اوكي, وطلع لي وايلد كارد لوس انجلوس. انت وبلبنان؟ انا هون بعدني مش سافر بحياتي. اوكي,
سو قدمت على فيزا امريكا اعطوني فيزا على 5 سنين ودورت ورحت عليه okay. بس what was the reason بدي اروح شوف what's boxing all about انه how can I make it happen انت عم تقدم فيزا did you mention this or قلت لهم رايح I'm a boxer I want to try to learn more about boxing حلو كتير okay. وبعدهم لهلا بيعرفوا يعني بامريكا انه بروح وبيجي انا بقى I'm still on my tourist visa okay. بس بروح as a I'm trying to make my dream come true and they understand that okay سو so, رحت علي اول مره 2014 كنت فوت على الجيم احكي مع كوتشيه انه ما بعرف شيء يعني ما بعرف انه بدك مانجر بروموتر ادفايزر ما بعرف شيء فوت لعنده قال له ليك بليز اي ام ا جود بوكسر خدني قال له وين بدي احطك شو خدني سو 2014 رحت شهر رجعت على لبنان وانا فاينانشلي ما كنت هالمرتاح تا اروح اقعد سنه بامريكا يعني رحت شهر ب 2014 2015 رجعت رحت شهر ثاني اوكي كمان ما زبطت معي 2016 شهر ثالث ما زبطت معك باي طريقه يعني ما اعرف شو بدي اعمل يعني ما اعرف كيف يصير بروفيشنال بوكسر سو انت رحت بس تمرنت بهدول الجيمز بس اتمرن روح اعمل تريننج كامب اعمل سبارينج مع عالم هلا صاروا وورلد تشامبيونز يعني ماريو كازاريز ديمتري بيفول هول كلهم معهم بيلتس اوكي كنت اعمل سبارينج معهم لوك فيري جود بس ما بعرف كيف بدي تورن بروفيشنال وهن دي ورنت انترستد لان انا لبناني انه بالنهاية بالبوكسينج مثل ما انت بدك تعمل مصاري البروموتر والكوتش بده يعمل مصاري سو اذا ما بتجيب له مصاري ما بتفرق معه صح سو رحت 14 15 16 2017 يعني انتبه بهالفتره انا وقفت جامعه تقدر سافر على امريكا بعد سيارتي طبعا فيزيكال اديوكيشن حلو وين بالانديو اوكي وفي نهار طلعت عند الادفايزر بالجامعه قلت له ليك حاس حالي ما عم فيد شيء بحياتي انا اي ويل نيفر بي fitness coach I don't want to be coach بمدرسة all I want to be is a boxer قلت لي نديم قال لي نديم فيلم الجامعة قلت له that's what I'm gonna do فليت من الجامعة good advice لا بحبه كتير نديم نصيف اسمه حرام يعني قلت له I was very honest هو قال لي he was very honest قلت له أنا ما عندي plan B يعني this is what I want to do this is who I want to be so فليت من الجامعة وبلش روح أمريكا بلا 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 بال 2017 تعرفت على coach مكسيكي okay اسمه خوان باندا مارتينيز بهالجيم بهذا الجيم هو ذاته مكتوب غير مطرح اوكي قال لي ليك انا في جيب لك فايت بتيجوانا مكسيكو اوكي قلت له اوكي قال لي منسوق انا وياك من هون لسان دييغو لتيجوانا وبتعمل فايت حلو قلت له ليتس جو رحت انا وياه عملنا الفايت بتيجوانا ربحت اول راوند نوك اوت ورجعت على الي جمعتين ورجعت على لبنان اوكي حسيت حالي علقت اجين انا كنت بفكر انه بتعمل بروفيشنال هيدا الشيء كمان ما كنت بعرفه بالبوكسينج انه بالبوكسينج نحن بنفكر انه بس بدك تكون بوكسير منيح والباقي هين في بيجوك الفايت في عالم احلى بوكسرز بالعالم وما بتقدر تلاقي فايت اتس نوت اباوت ذات سو رجعت على لبنان حسيت حالي علقت بلبنان رجعت بعد شهرين حكيته قلت له ليك بدي اعمل ما بدي اعمل فايت هون كانت it was your first professional fight ما في شيء انه I'm turning professional بس you did the fight which means you are professional yes okay. يعني بتعمل license وبتعمل okay. كل شيء بتعمل اوراق وبتكلف الاساس اور يعني. بتكلف لانه okay. ما حدا بيعطيك opportunity تلعب فايت so basically بتدفع حقه للفايت اوكي okay. بتدفع للماتش ميكر بتدفع للاوبوننت يعني الاوبوننت ما انه he's not interested to fight you صح. so بدك تدفع له ليجي يلعب so انت if you win you just won لا 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 you just okay. win you just have a one more zero. win on okay. a, on your record that's it ولهلا بعدنا هيك once you sign with the promotion once you start getting paid okay which before that you did no I don't not signed yet okay. no okay. I'm paying, still for, paying for yourself yeah in the last fight I paid my opponent 1700 okay and He wanted to kill me, literally. Like, you pay him to fight you. This is how it works. They are giving you the opportunity to fight in the USA. This is how it works. You have to pay for it. Who is he signed with a promotion or who? He's not. But he's how not. Did you find this fighter? The matchmaker, the event, who he will look for opponents. Who the guy says, أنا بدي هالسعر? Yes. Or the matchmaker says yes. the price? Both of them. They manage it and they tell me how much they want. You pay the matchmaker, you pay the opponent, you pay for his travels, you pay for his hotel, you pay for everything, literally everything. لأن هو ماشي قاعد ببيته عم بيتمرن بيجي بيلعب الفايت بفل بيقول مصرياته. هو ما عنده شيء يدفعه كمان. ما بيدفع شيء. هو يعني you want the fight. صح. هو قاعد ما بده fight. You want the fight. You want to fight me? Pay it. How much can you carry on بهالطريقة? How much? Can what do you mean how much? يعني قدي بعد انت حاطت براسك انه اوكي بعد بعمل فايت 3-10 يعني مفروض يعني ليك ما مفروض احكي عنه بس okay. مفروض بجون
يجيني opportunity ألعب بماديسون سكوير جاردن مع top rank promotion which is one of the best promotions. top rank يعني هني كانوا promoters لمحمد علي, هني promoters ماني باكياو, okay. Terence Crawford. So we're working on it. إن شاء الله تزبط بجون. okay, إذا مش بجون بأوغست, maybe August, year, it's gonna happen. okay, okay. يعني إن شاء الله مش this year, next year, I don't care. okay. يعني فهمت قصدي. So وين كنا صرنا تصرنا لها الحديث؟ إيه على مكسيكو. صح. So ربحت فايت وجات علقت بلبنان. بس علقت ورجعت حكيته للكوتش, قلت له ليك إنه ما بدي أعمل فايت وخلصت, يعني بدي I wanna continue my career. قال لي ليك تتذكر في مرة عملت سبارينج بهذا الجيم بوايلد كارد مع شاب اسمه ماريو كاساريس. قلت له ايه. قال لي هذا الشاب عايش مكسيكو سيتي وهيز برو وهو تلميذه, ساله بركي في ساعه. قلت له اوكي. كان عندي على الفيسبوك, فت بعت له مساج على ماسنجر, هو انجا بيحكي انجليزي وانا انجا كنت بحكي انجليزي. قلت له اي اي وان تو موف تو اي وان تو ميك بوكسينج كارير وات كان اي دو بلا بلا بلا. قال لي يو كان كم ليف وذ مي ان مكسيكو. اوكي ذاتس بيرفكت. The coach or the guy? The guy, I don't know. We killed each other at the gym. That's it. ما بعرف مش حكي بحياتي. بس خبطنا بعض. Wow. Okay. So قطعت تيكت ورحت على مكسيكو سيتي. Okay. حلو حلو هيك كيف أنت خلص بدي أعمل لو whatever it takes رح روح. حلو. It's worth it. Life حلو. Like we only live once. I think you're exactly. I think you're there because of the risks and the I don't care. I just want to reach this point. Nobody achieved greatness without taking risks. صح. بحيال شوف حيال شيء حتى مش بالسبار. You have to take risks. Do you think before taking them or let's go? Do you think what? Do you think before taking those risks? No. If I feel I have to make it, I make it. Okay. I'll give up everything. I'll go for it. حلو. So رحت على مكسيكو سيتي عشت أنا وياه 5 أشهر بالجيم. Hello, Belgium. Yes. Went name. He was very poor. عرينج وكذا. رجعت بنت ساعدتنا رفيقته عايشتنا عنده. كنت نايم literally على مثل هالخشبة. حطيت لي مثل شرشف عليها ونمت عليها. بمنطقة. Memories يا عم. بمنطقة. إيه memories. كانت أطول شوية ده. منطقة. تكبر من هون. كانت منطقة literally إذا ما بتحكي إسبانيول يقتلوك. يعني the most dangerous city in Mexico City. ريسست على الاخر. مش ريسست, بور على الاخر. يعني بس يشوفوا حدا لبناني, لبناني ايكوال معه مصاري بمكسيكو. لانه كانت يعني حد الادنى بمكسيكو 80 بيسو بنهار. 80 بيسو ايكوال 4 دولار. هلا وضعنا مثلهم, هلا وضعنا مثلهم. عم بحكي بال 2018 كنا نحن انه اذا معك 100 دولار اتس لوت. سو عشت بمكسيكو 5 أشهر, عملت فايتين. يعني عملت فايتين قد ما دينجرس المناطق اللي عملت فيهم فايتات. كنت احكي اصحابي هونيك لبنانيه ما يجوا يحضروني. يقولوا لي نو واي. في المنطقه اللي لعبت فيها اسمها ناسا. بناسا if they rob you they give you a ticket then they gonna rob you again so you show the ticket انه ما بقى معك شيء. يعني انت انسرقت بيعطيك تيكت انه انت واصل انه انت انسرقت. لان اكيد رح يجي حدا يسرقك واذا ما معك كمان بيقتلك بيزيكلي لانه ما استفاد منك. They are very poor, man. Mexico is dangerous. Well, how scary was it for you as a boxer? يعني تعرف بكل بلاد العالم حد الايربورت هو the worst cities. أنا كنت عايش حد المطار بمكسيكو سيتي. How what? How dangerous was it for you? No. It was so dangerous. ما كنت أطلع من البيت. كنت بس روح مع ماريو. Even if you're a boxer. Whatever. They don't right? care, man. They don't care. أصلاً you don't want to fight people in the streets. يعني أنا لأنه واحد بيجو. You never know. يمكن تضربه يفل يرجع بالليل يقتلك. Is it scary حتى بالبيت? لا كان معي ماريو وبنت اسمها هارومي اللي ساعدوني. هن من مكسيكو بيعرفوا وين نروح وين نجي. يعني ما كان في روح قد كان بلا ماريو. صح. وانا ما بحكي اسبانيول. 7 months 5 months 5 months. فايف مانس عملت 2 fights. يعني عملت كورنتين قبل ما it was cool. فاكس 100% عادت هونيك 5 months عملت 2 fights. اوكي. ربحت first fight اول الي decision والتاني knock out. اول fight كان بعده لهلا بعده اصعب فايت لي لانه الاتيتيود بمكسيكو سيتي 3000 متر. اوكي. احنا جايين من جونيا وما في 100 متر. صح. اذا بتطلع هلا بتركض فريه بتتعب. تخيل 3000 فريه 1000 بعد تريبل. سو كان نفسي ما تعود بعد مكسيكو سيتي ودغري بعد ما رحت بثلاث جماع عملت اول فايت. يعني انت التريننج كامب ما عملتها بمكسيكو سيتي؟ بلا لا بلا بس رحت 3 ويكس وعملت فايت. ذاتس ات. بعد 2 ويكس عملت فايت ثاني. عملت فايتين بظرف 5 أشهر. يعني كانوا سريعين. Is it something normal that somebody does that من بعد جمعتين or لازم الواحد يكون عنده؟ It depends how the first fight ends. Okay. يعني how many rounds was the first fight? كان بعدني 4. Okay. هلا I moved up to 6. كان okay. أول fight هذا 6 لآخر fight.
سو خلص من مكسيكو سيتي رجعت على لبنان على اساس فاكانس وبدي ارجع اروح على مكسيكو سيتي بس منتلي قلت انا نو واي صعبه عم تكلني يعني ما راح اقدر وكان ماريو اللي انا عايش معه يمكن يرجع هو من سينالوا من كولياكان كان يمكن يرجع يروح على سينالوا وهيك خبص خلص it's not worth it وانا هاف يعني مرته لخيي خيه ماي براذر ان لو عنده عايش بنيويورك سو قلت انا خليني اجرب روح على نيويورك بركي I want to make it bigger يعني ما بدي اروح على مكسيكو لانه ليك في كتير عالم بتروح تعمل كارير بمكسيكو ريكورد بمكسيكو it's easier to build a record in Mexico يعني فيك تلعب فايت every month literally بتخلص سنتك عامل 15 فايت اذا بدك ترجع على امريكا الليفل is different بامريكا الكل بده يعمل world champions بمكسيكو في عالم بس بده تقبض يعني بتدفع له تيلعب الفايت بياخذ ال $500 it's a lot for him that's it فهمت قصدي سو بامريكا is different سو قلت انا خليني بلشها من الاول بامريكا فحكيت زياد هرمز اللي عنده مطعم منقوشة بنيويورك كثير معروف بدوي منقوشة ما مش عايز دعاية حتى رحت قعدت عنده حتى اللي فرشة قعدت عنده for 3 weeks بها 3 weeks زياد صار عجقت ببيته صار عنده عالم بوقتها كان صار Thanksgiving وهيك هو he doesn't need a roommate سو قال لي ليك انه شوف شو بدك تعمل هلا وين بدك تروح بلا 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 هون سكرت قلت انا شكله بدنا نعيش على الطريق لانه كنت نووي ارجع على لبنان قبل ما الاقي اوبورتونيتي العب فايت بنيويورك سو هونيك نهار ليك الصدف انا كنت بلسان ابراهيم فليت من لسه عمري 12 سنه وفي واحد كان اكبر مني بسنه بالمدرسه شيف فريند ان كومن على عمل شير على فيسبوك عن الفايت تبع بمكسيكو اوكي فحكاني قال ليك انا عايش بنيويورك تعال نروح نتعشى وهيك انا ما بتذكره تعال نروح نتعشى انا وياك كان بدي فيلم عن زياد قبل بخمس ايام رحت تعشيت انا وياه وقلت له ليك عايز محل نام قال لي ليك انا عايش انا ورفيقي وطلع رفيق اللي عايش معه كمان كان معي بالمدرسه قال لي انا عايش انا وياه تعال عيش عنا هلا تشوف شو بدك تعمل وسنس نوفمبر 2018 لليوم انا عايش معه يس عايش بالليفينج روم تبعه واو شو خبريه روبرتو سالم ورالف ماتا they changed my life وروبرتو كمان is being also my manager now يعني هو is managing everything in my career هو بيحكي مع promoters هو بيحكي مع managers هو بيحكي مع matchmakers هو بيحكي مع coach هو بيحكي مع sponsors he's doing everything هو ورالف they are literally doing everything for me يعني عن جد هيدي everything happens for a reason هي انت يعني حدا غيرك كان قال خلاص ما كل الوقت عم بنشحط كانه خلاص كانه it's not my space هذا بده يفل وهذا بده ما عنده وقته خلاص it's not meant for me 100% انا يعني دقيت لامي بس كان بفلنا زياده لمام لو بدي اعيش على الطريق ماني راجع يعني اذا يا بدك يعني you have يعني كانت امي على طول تقول انه بركي ما زبطت بقى you have to believe that you gave birth to a world champion if you don't believe in that let's stop it يعني يا بدي انتحر يا بدي ام world champion ما في غير حل That's it. حلوة كتير. كل هذا كرمال فايتينغ. يعني I'm gonna fight people ما معهم دولار بجيبتهم. They would kill to win the fight. كيف بدي ألعب فايت أنا وعندي whatever backup وظيفة بتطلع لي $5,000. ما راح تزبط. بدك تكون ما عندك شيء. يعني عطول بقولك don't fight anybody who has nothing to lose. I have nothing to lose now. This is all I have. Boxing. وأنا وصلت حالي لهالمرحلة. This is what I wanted. Okay. Yeah. ما بعرف شو بدي اقول لك على الخبريه صراحه متعقد انت وصلت نمت عنده لرفيقك اند ذن نمت على الكاوتش اللي بموت فيها يلي بطلت ما اقعد على التخت من ورا الكاوتش ومن بعدها يو ستارتد هاو ماني فايتس ديد يو من بعد هيدي قعدت سنه ونص بنيويورك ما حدا يعطيني فايت لانه لبناني لانه بروموترز اللي حكيت مع توب يعني توب رانك لودي بيلا جولدن بوي ماتش روم كلهم حكيت معهم كلهم يقولوا لي ايه عندك فايت هلا ايه عندك فايت هلا they disappear كل الدومينات they disappear اوكي يفلوا لانه مثل كانه واحد عامل سهره بفورم دي بيروت بده يجيب دي جي بده يجيب دي جي يجيب له كراود وهن ما بيعرفوا شو يعني لبنان يعني برايهم هاو دي جانا سيل تيكتس اذا لعبوا هذا الفايتر سو 2020 اكشلي دبرت فايت بفبراير فبراير 2020 بنيويورك اوكي ليك الحظ قبل الفايت باربع اجماع اي ريبت ماي كوادريسبس اوكي قد ايه كان سالك مش عامل فايت سنه ونص اكثر يعني من اوغست 2018 لفبراير 20
ايه 2020 ايه سنه ونص سنه وسبعة اشهر اي ريب ماي كوادز وعدت الشهر التريننج كامب قعدته بالبيت ما ترجع اجري في بس بصير انا انت لعبت الفايت وما قلت انه ما بكش ما قلت ليك شفت الكوتش اللي كان مع هذا الفايت قال لي شفته من جمعتين اجى قال لي مبروك على الفايت واللي ربحته هيك قال لي نديم انت يو كريزي قال لي يو ور ليبينج جوينج تو ذا ارينا قال لي ما بنسى كنت عن ليترلي عم تعرج فايت على الارينا كيف عملت الفايت ما بعرف كان بس عندي ايه بدي احلم انه انا فايت على رينج بنيويورك سيتي الارينا كلها لبنانيه عم بيعيطوا حاملين على لبنان it was like this I was the happiest person حتى خسرت الفايت وخيي عمل لي سربريز اجى من لبنان حضرنا خسرته اوكي خسرته ماجوريتي ديسيجن يعني بس في فرجي شو شلت من اجري ايه اكيد ضروري فرجي شو شلت من اجري تتشوف اذا بدك هلا انا I'll put it on the screen فرجيني هون انا I'll put it on the screen اوكي بس رجعت لهون قال لي الحكيم من انت مجنون قال لي كيف عملت الفايت how did you rip it بالتريننج bad stretching not warming up well whatever تعرف لا ليك شو شلت من اجري هيدي شو هيدي الفايبرز تخزقوا وركبوا غلط وانا عملت الفايت عليها عملت مثل القلب باجري literally شقني الزلمة وشيل مثل كان عم بخلف يعني هاي الصورة مش رح فرجيها لا فرجيها هديك يعني لا في صور بعد اضرب عن جد كان مرة عم بتولد هيدي وين عملت العملية هون جيت لهون عملت العملية قديه دليتك من بعد الفايت تتجي لهون بلشت كلام ما انا عملت الفايت فبروري 28 مارش 5 سكرت نيويورك طلقت طيارة للبنان ماي 8 وما تعالجت ولا شيء ماشي انا قلت خلص عم بتصح وما انه عم تنكزني بس انه it's nothing important وعم بتصح وهيك عم بتمرن عليها وفدتني هالفترة لانه بس عملت العملية اخذتني 3 weeks to get back to boxing هي عادة بدها بس حكي بس رحت عند الحكيم بدي قل له هاي وزام بويري بس رحت لعنده صرت مستعجل قل له ليك امتى في ارجع قال لي ليك الاتلات اللي بحوس اتلات حمار هيك قال لي كنت ما بعرف وهيك عصبت منه انه كيف بدي قل لي هيك هيدا قال لي من هلا انت عملت لو 15 جوان عمليه لو 15 اوت مينيموم لترجع للبوكسينج انا لو بيت جويه كنت بترينك كنت بالجيم عم بتمرن بوكسينج وهو مع الابروفل تبعه يعني عملت ريكفري كتير بسرعه لانه تمرنت عليه لانه تمرنت كان عندي فيزيو اسمه دكتور اليكس فير بعقد بعدني لهلا انا من امريكا هو بيحكمني بس يو دونت ادفايز بيبل تو دو وات يو ديد نيفر انا ما بعيده اوكي بس اي واز ديسبيريت تو جيت ا فايت يعني اتس سو توف صدقني تو يعني كثير صعب تجيب فايت وكنت خلص ما مش مصدق لي فايت وبلا بلا انصبت رجعت على لبنان عشنا فايت انفجار 4 اب وبسبت بعد شهر من الانفجار رحت على امريكا اوكي سو انت كنت بلبنان وقت صار الانفجار شفية وين بالجيم اسمه بوكس لاب هون صار الانفجار ايه شو صار انفجر كنت ثابت انا ماني على حد الازاز يا The feeling was crazy. يعني أنت أوفيشل للشخص اللي قاطع بكل شيء بال. مش قاطع شيء. أدي عمرك؟ 27. 27. More to come, more to come. مالي. ليك كل ما تصعب كل ما ستوري تصير أحلى. وكل ما أنا عصب وكل ما أنا to be stubborn زيادة. صح. حلو. ما I don't feel the pressure at all. This is the heart of a champion. يعني. Oh, يعني if you wanna make it happen, this is how you have to think. ما في there's no other way. Wow. يعني كل شيء فلومي بنحضرهم روكي بالبوا وهوك اوكي فلومي بس literally بس تحضرهم this is how you have to live فهمت قصدي؟ سو فلت من هون بسبتمبر بدك اكمل لك او في لا كمل فلت من هون بسبتمبر بلشت مع الكوتش اللي هلا عم بمرني اسمه خوسيه جوزمان من بورتوريكو هو قال لي تعا انا بدي بلش بلاك فايتس جاب لي فايت ديسمبر 12 باتلانتا لانه كنت عايش كل هول وجيت لهون صحت 10 كيلو بلبنان 4 اشهر بلبنان كانوا صعبين كارونتين بلا 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 ات واز تاف تريننج كامب واز تاف ربحت الفايت بس يونانيمس ديسيجن يعني okay. بس انه اي واز ديسابوينتد ان كاريزما اونك او ما قدرت سو اي وازنت اكتف يعني من فبراير لديسمبر في وقت كتير وكورونا واصابه وعمليه وهيك الحكيم خوت كيف عملت فايت ديسمبر ما صدق يعني ربحت الفايت جيت لهون ثلاث جماع وهلا عملت اخر فايت لالي فايت نمبر 6 ربحت سكند راوند تي كي او اول فايت لالي 6 راوند وسادس فايت لالي صارت هلا 5 اند 1
وهلا بلشت البوكسينج كوميونيتي يعرفوا انه في لبنانيز بوكسر بالعالم. هلا انا واتس فاني اللي قلت بالاول كيف نحن تعرفنا على بعض. ايه انا كنت بعدني مخرج من كلوب هاوس بعدني فايت. انا كنت اول نهار لي كنت انا يمكن انا تاني نهار كنت على كلوب هاوس وفي روم ريت علي سلوم انه سلوميناتي. انا انه I'm not following him على كلوب هاوس. اوكي خليني اشوف شو عم بيحكوا. ماشي كانوا خمس اشخاص عم بيحكوا وانت كنت منهم وانا شايف الفيديو تبعك من عنده هو كان يعمل لك شيء. سو فتت ماشي as a listener ما فتت حتى as a speaker. مش هيك ما بتذكر انك اسمعت. Exactly. بتذكر كنت عم بحكي مع باسل. صح. شو اسمه باسل. سو انا كنت هلا رح تتذكر كيف تتذكر انه انا كنت هوني. سو انا كنت عم بسمع كل الوقت وعم بتخبر عم بتخبر عم بتخبر وقلت لنا انه انا عندي الفايت this Saturday وقتها. Yes. وقلت لنا هلا بتشوفوا سكند راوند نوك اوت within 2 rounds. Within 2 rounds it is. كثير منيح. وبالايه وضلينا يمكن ساعتين ونص عم نحكي وباسل خبرك قصه العراقي وبتتذكر كل القصه. And then قبل ما فوت نام حطيت انه I want to be a speaker. قلت له قلت لكم انه ما بعرف حدا منكم بس نديم بطل. مزبوط مزبوط هلا ذكرت. هلا you're gonna win on Saturday. عملت لك فولو عملت لي فولو. This how it happens. This is what happened. Second round knockout. طب how do you know that? Is it an ego thing or you know and on the second round I'm gonna do something? Or did you even watch anything from this boxer? Yes. Okay. Yes. How do you have on YouTube? وإذا ما في you're doomed. إذا ما في ما في. Okay. يعني هو أحسن ما يكون في. أنا مثلاً بحط highlights video ما بحط the full fight. I don't like other people to see my fights هلا. Especially at the beginning of the career أحسن. هلا بعدين رح يصير يشوفوا الفايت كله. خلص. بس إنه بالأول opponents بتبقى بعدها شوية surprise يعني. لأنه أوقات تلعب مع واحد مثلاً أنت ركارك 3-0 هو 0 مش ربحان خسران 2 بيطلع وحش الزلمة لأنه عنده bad management. يعني ديسمبر لعبت بالإيفنت اللي لعبت أنا فيه للإيفنت كان فيه واحد ركارو 11-0. أوكي. ماضي مع بروموشن أدريان برونر وفايت هيز تو كوكي يعملون هيك بالوين الأوبوننت تبعه ربحان 2 خسران 11. أوكي. قلت أنا خلص من هيدا طالع هيك فجره. يعني صح طلع ربح سكند راوند نوك اوت لأنه هيدا الزلم اللي 2-11 عمره 20 سنة بس he had the bad management. This is what boxing is all about. يعني بس بلش ما فيه أنا أكون ما عندي ولا فايت تحطني مع واحد 6-0 he has experience. حطوه مع عالم كله undefeated خسر كل فايتاته بالأول و he's always being the underdog وهلا he's proving that he's good. So that's why you have to have a great management وتعرف شو الأوبونت اللي تاخده ومين الأوبونت اللي تاخده أي ساعة وقت كل أوبونت كل حدا جاي وقته. بس you need those people this those opponents to matters, make yeah you need those people those opponents to make the experience you need to be able to fight for a world title. هلا whenever you speak about boxing or MMA or anything في شيء اسمه bets. Bets. في bets على الفايتس تبعكم أو على هدوليك الفايتس؟ فايت هيدا بديسمبر عملوا bet علي الشباب هون. هيدا ما لقيوه ما بعرف أنا ما بفهم فيهم أبدا يعني ما بحياتي عمل bet. So بس إذا بجون إجت في bet. Okay. ولازم always to bet in your favor. إيه. Okay. Obviously. وأدي كان ال underdog or ال هلا هيدا الفايت هيدا قبل ما بعرف ما بس قالوا لك انه قالوا لي انه we did bet وعملنا مصاري وما بعرف شو هيدا. حلو. وكنت عم اقول لك كيف عرفت انه second round لانه this fight I wanted to prove something. اوكي لعبت بمكسيكو العالم شوي نسيت فايتت مكسيكو. I won 2 out of 3 fights by knockout. العالم نسيت. So they started to doubt me, you know, I doesn't have power, I don't have power, blah blah blah. وآخر فايت ربحته by decision. So it was a challenge to me and if I want to stop a guy I can knock him out. I can stop a guy. So this why he can it was a pressure. How many knockouts عندك بالبروفيشنال كارير؟ 3 من خلص الخمسة. اوكي. وكان في شرط بيني وبين الكوتش. الكوتش بضل يتسأل علي انه you hit like a bitch انه ما بتعرف ما بتضرب قوي. قال لي ليك اذا بتربح هالفايت نوك اوت بعمل تاتو ارزة لبنان. إذا ما بتربح نوك أوت بدك تعمل تاتو سيمبول بورتوريكو على جسمك. قلت له بيرفكت. قبل فايت بثانية خبرني قال لي I need a new tattoo I believe in you. حلو حلو. يعني في الفيديو اللي حطيته طرقني سبيتش قبل فايت جوز بامبس يعني كنت رح موت ما كنت شايف شيء غير مشله راسه عن جسمه كان الأوبوننت صراحة.
So هلا he's gonna have a tattoo. حلو. ولا دعيت. تكون معه. تكون معه أنت. أكيد. حلو. أكيد. حلو. أنت whenever you wanna go into a fight, في شيء اسمه training camp. Yes. How does it start? When does it start? And what's the process? What's the process during? In the training camp? صح. Usually you do training camp 4 to 6 weeks. Okay. بهالفترة من الكارير تبعي. هلا بس يتلعب 12 rounds, you go up to 8. Weeks. Okay, so فصلنا قبل شو قصة الراوندز يعني أنت you went from 4 rounds 5 yes, to 6. ليه البروفيشن ليه مثلاً فلويد وهول بيلعبوا مثلاً 10 or 12؟ ما كانوا 4 و6 كمان. Okay. يعني you How start do you go four. Up? أنت you decide you and your coach that you're ready for 6 rounds. Okay. You need the experience to be ready for 6 rounds. طب how do you win the experience if you're always knocking out people round one you're and not, two? You're not. لا لا آخر فايت لعبته 4 rounds كانوا full 4 rounds. بحكي okay. unanimous decision. وبدأ يكون عندك training camp يعني بديسمبر ما كان عندي هيدا training camp اللي مثل عملته بأورلاندو لأن I was in my comfort zone بنيويورك صار مثل بيتي عم بروح على الجيم إجي ما كان عندي strength and conditioning coach it's different. Okay. هلا رحت على أورلاندو قاعد بـ Airbnb all I'm doing eat train sleep that's it. Okay. I'm training strength and conditioning, boxing, running. بتحب هالفترة؟ ايه. مزعجة or it's tough. Okay. تشتاق كتير. بيطلع بالك تاكل اشياء. بيطلع بالك تظهر. بيطلع بالك. وممنوع. مش فيك تعملها. بس انت بتقول لحالك ممنوع. صح. يعني ليك ولا مرة هذا ما نفهمها بلبنان. لانه بلبنان عندهم اياها كتير. انه الكوتش بيقلك ممنوع. ما حدا بيقلك ممنوع. You're the fighter. يعني ما حدا بيركض عليك اكثر ما انت بتركض على حالك صح. انت بدك تلاقي طريق لحالك ما حدا بيقول لك شو تعمل وشو ما تعمل في وورلد تشامبيونز نزعوا الكارير تبعهم مش لانه كوتشون قالوا روحوا اشربوا وخذوا كوك لانه هن قرروا هيك سو ممنوع بجرب ايه يعني هلا قعد شهر ونص باورلاندو ما ظهرت ولا ظهر اوفيسلي سو هي اون افريج قد ايه لازم يكون التريننج كامب ات ديبندز الفايت بس هلا ما يعني هلا عملت انا هذا التريننج كامب كان 7 ويكس لأنه أنا رحت عسيت لعب فبروري 20 Is it too much? إيه أوكي okay. رحت عسيت لعب فبروري 20 لعبت مارش 6 okay. So I tuned 2 weeks زيادة بس هلأ لأنه I did already 7 weeks training camp هلأ بروح 4 weeks I'm good okay. I'm ready to go again Even if Okay how many more fights in your opinion إذا لعبت مثل آخر fight Did you in your mind play well آخر fight yes. or you could have done something I can't I'm better than that بس انه I did okay. good I did good كثير منيح I'm satisfied لانه في pressure يعني بس تطلع على الرينج صدقني اللي pressure يعني بس تسيب واحد ويعمل هيك قدامك العالم بتفكر انه ايه فوت عليه مان ما بيطلعوا ايديك بقى بتصير كثير you're stressed why it's the pressure of entertaining it's crazy man العالم عم تحضرك وهيك يعني انا انتبه ولا مره بخاف is it انت خايف تأذي or no لا 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 okay. I want to kill the guy بس كون جوا اوكي بحس انه مدري شو عامل لي بدي اقتله لكن هيك كتير كان بيع طولي قال لي قال نديم ما بقى تكون منيح بالرينج اقتله يعني حس انه بدك تقتله literally so هيدي تغيرت فيها هالسنة I'm too aggressive now وانت قلت بدك تعمل a couple of fights من هلا لاخر السنة هلا عندي جولاي اوغست اكيد جولاي بأتلانتا أغسطس بفيلادلفيا خلاص they're signed that's for sure okay بس يا أي بلدين العالم اللي ضدك ما بنعرف بعد الأوبوننت okay. بكير too soon okay. وهلا عم جرب بجون إذا ما زبط بجون راح يأخذ بمي okay حلو yes بجرب عمل 6 fights هالسنة كلهم 6 rounds I don't know أنا بشيل أطلع بس I have to prove to my coach إنه أنا ready أعمل 8 لأنه it's a big step up لأنه ليك بس تطلع بالراوند مش بس بيوتوال الفايت مش انه بدك تكون عندك كونديشنينج اكثر اتس نوت اباوت كونديشنينج اتس اباوت اكسبيرينس والاوبوننتس بيقوا صح فهمت قصدي يعني بدك الاكسبيرينس الكافيه للاوبوننتس رح يكون اقوى رح يكون عنده اكسبيرينس اكثر اتس تاف 8 راوندز اتس تاف وقد ايه هن الشامبيونشيب راوندز 12 10 هن ماشي عادي في 10 و12 في 10 لعلى في بيلز بيلعبوا على 10 بس يوجوالي 12 بنات بيلعبوا 10 ما بيلعبوا 12 بنات بيلعبوا 10 و2 مينتس راوندز مش 3 يا اوكي وانت whenever you're in the round اول يعني انت وقت يقولوا اسمك انت عم تمشي هيدا انت شو عم تقول انا بقول مثلا انه مرات بشوف ناس عم بيركضوا عم بينطوا انا لايك لا ما تتعب حالك قبل الفايت بس ما بتتعب ولا ما بتتعب هالك ات ديبندز كمان شو صار بينك وبين الاوبوننت على الواي ان يعني فايت اللي قبله كنت فايت كثير مبسوط انا شفت الواي ان تبعك بتحقق بدي افرجيكم اياها هلا فينا نفرجيها عم في ايه اكيد اوكي هلا عم بتكونوا عم بتشوفوها Yeah!
هيدا الوي ان طلعت بعيونه هيدا الاوبونت لعب معه ظهر من الحبس من 5 سنين من 10 سنين لانه قتل حدا وظهر من الحبس وبوكسينج سيفد هيز لايف ذس واي هي داز بوكسينج لانه تما يرجع على فور ستريتس بتعرف بامريكا في كثير منهم ان شاء الله ما رجعته من الستريت انا هيدا كان هدفك تقول له للكوتش تبعي بدي رده على الحبس بيزيكلي حلو سو هلا حرام يعني ما nothing personal it's the game ولا شيء personal this is the sport اكيد اكيد سو بس طلعت بعيونه بالوي ان فاك مان ذس جاي وانا كيل مي ليتشلي حتى بس لقط على الارينا هيدي ما خبرت على حدا بس لقط على الارينا والشباب واقفين عم بعيطوا وي ور هابي بس لقط على الرينك ما بتطلع على يجيب الاوبوننت بس الا بس نقرب على بعض سو برامج طلعت في ايده جائرني بده يقتلني وات ذا فاك هذا شو جات برامج وجه هيك خفت مش خفت بس برامج وجه قلت انا خلص ما بدي العب معه اللعبه انه مين بيكسر عينه قبل مين بلا هالودانيه انا بقولك قتله يعني سو طلعت فيه رجعت برامج رجعت طلعت فيه ليترلي دقيقتين هو عم بيحكي الاناونسر رينج اناونسر ما شال عيونه من عيونه قلت انا فكت ما خليني العب على المنتل تبعي ام ويل بريبيرد منه مثلي بدي اقتله هو اول 30 انا لو عندي الاكسبيرينس مثلا لك لو اكسبيرينس احسن تبعي باول 30 سكند كان خلص الفايت اوكي لانه اي جات هيم ذا فيرست 30 سكند كان عم يرقص سلسة وما قدرت اوقعه لانه هو واز بريشر ديك كثير محمص حلو 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 اوكي فيرست راوند فينيشد شو قال لك الكوتش كان اول مره بيقول لي الكوتش اوكي كان اول مره بيجي بيقول لي جريت راوند هذاك الفايت طرقني كف لانه كان في وقع نوك اوت وكنت ما بقدر وقع نوك اوت اجى قال لي وات ار يو دوينج معي فيديو عم بيضربني كف سلو موشن هو هذا اكثر ضربه اذتني بالفايت يمكن اوكي سو هذا الفايت قال لي جريت راوند كيب دوينج ات يو دوينج هيز غانا فول داون اوكي وقد بكم ثانيه من بعد ثاني راوند دقيقه بالدقيقة بعد دقيقة من تاني راوند شي هيك ما بتذكر صراحة شي and هيك once it was يعني انت you felt انه this hit رح ليك اول مرة هيك he was like dancing yeah. صار okay. الحكم بيوقف وبيعدله so he counted وقال له show me something يعني show me that you're there if you don't show me something لو وقف عجريك he stop it so هون عرفت انه I got him سو قربت عليه وفي رايت ابركات نزلت فيديو تبعها ديس رايت ابركات عرفت يو فيل ات خلص قلت انا خلص بصير لو بتضرب العم سيبه هون هون وات ايفر هيز غانا ستوب ات سو كيب دوينج ات حلو ذا فيلينج واز جريت ذات واز ماي فيرست نوك اوت بامريكا كثير مبسوط لانه بامريكا يو هاف تو شو ذا بروموترز انه انت يو انا هون أن أنت هون يو هاف تو ايرن ريسبكت كم لبناني كان في بالرينج بالارينا شي 40 هلو جاي من نيويورك ما في يعني فيش 15 حدا من اتلانتا بقى من نيويورك لبناني صوته عالي يعني ايه ايه لا لا بس فلانا الارينا انطفت والبي بي اي نتورك اللي هن عرضوا الفايت اللي عندهم بي بي فيو كان في مشكله بالبي بي فيو تقطيش كثير العالم ما قدرت تحضر وكلهم اشتكوا لهم وهيك بعثوا لي مساج قالوا لي سوري ما حدا غير من لبنان اشتروا بي بي فيو وحضروا على بي بي اي قول سوري لاهلك بلبنان ولا يور بيبل ان لبنان And to make it up, we're gonna have a documentary about you on BPE Network. So hala, not that I show any other. Yes. Hello, so they, you know, we showed that we're good. We can sell tickets. Hello, road to greatness. Always. Hello. Who are the top three greatest boxers? Who's the top one? Muhammad Ali. Okay. Why? I know he's a great human being, not just a great boxer. To be the greatest, you have to be a great human being as well. لأنه حارب الفساد على أورة اللبنانية ضد الراسيزم ضد كل شيء كان ضد كل شيء غلط بالحياة ما كان بس a good boxer you don't have to always be a good boxer you have to be a great human being as well top so he's the first he's top, my idol top 2 3 4 يعني من بعد that's tough في حط Floyd Mayweather top 2 لا okay but top 5 أوكي. ما في اقول لك مين قبل مين أوكي. بس في حطهم بحب لينكس لويس كثير اوكي بحب خوليو سيزار تشافيس سينيور كثير و ما في حدا ماني باكيو ماني باكيو بحطه الثاني من الجديد ما عندك حدا ما انه فلويد ميوذر جديد كانيلو از جود كانيلو بحطه توب 3 مكسيكان جريتست وانا برايي بعد ما فرجى شيء
فرجة كتير لا انه بس خلص ما هي ليك شو الفكرة كانيلو بلش بكير كانيلو بلش بروفيشنال هي واز 14 يعني الكارير تبعه ما بضل يصير 40 هلا سنتين ثلاثة بدي يعني هلا بس يخلص الكونترا مع ذا زون I think he's gonna retire. Aslan, I don't think he needs to prove himself anymore. He will never have the Floyd fight again, ever. Never. Floyd will not take it anyway. وشو رأيك بالفايت تبع Joshua versus Fury؟ شو أزلك شو رأيك بوايلدر قبل Joshua versus Fury؟ قبل ما يلعب مع Fury؟ إيه. Like I was a fan. Okay. يعني مش fan as a boxer, كان fan as an entertainer. كان يضحكني وايلدر. Okay, he was funny يعني. ويربح نوك اوت كانت ليك وبعده لهلا وايلدر انترستينج فيه انه هيز ا باد بوكسر بس هي اولويز هاف ا تشانس تو نوك يو اوت وليك شو عمل مع فيوري اول فايت عنده هي هاز باور مان ليك شو عمل مع فيوري اول فايت فيوري از ا بيست كيف برايك اول فايت ديدنت فيوري قطع العشر ثواني اذا بتشوف في فيديوز عشر ثواني فاصل شيء حتى ما احد يمكن حتى لو قطعها حرام يوقف الفايت بس كيف هذا this is the rule ليك اصلا وقف فيوري اصلا مين ربح on points فيوري صح بس حرام ما تطلع جو ويعملوا فايت تاني صح فهمت قصدي في اوقات حلوه هيك do you think fury is much better than wilder as a boxer yes complete يعني fight فيوري اللي ما بحبه فيه انه شوي هيك weak as a heavyweight مش هيك انا محمد علي he's the greatest كمان كان عنده movements تبع أحسن من فيوري بعد وهي has power يعني كان explosive هيك فيوري is a big guy هيدا كتير مساعده يعني مش طبيعي 270 pound man is a giant هو وايدر كانوا مثل أفاتار huge respect قده هو ضعيف من بعد ما كل شيء صار معه ليك huge respect قده استفاد من هالشي تيعمل story out of it لأنه افتبه في كتير boxers عملوا هيك وما استفادوا منه انه اوكي whatever طلعت off camp ونصحت طولك ثلاث امتار بدك تنصح يعني بيزيكلي منك you're not a young guy so استفاد منه he's smart Fury is smart بس هلأ هو وجوشوا العالم رح تكرهني أنا I got Joshua أنا كمان I got Joshua صراحة لأنه Joshua if you're not a good a big puncher ما بتوقع knock out by one punch he takes his time to think and like to box he's good شو صار فيك وقتها خسر Joshua أنا قلت خسر صح يخسر الفايت كنت عارف قديها على يوتيوب بميامي بس إنو شو قال كان قاطع بشي هو قاطع بشي هذا حكي كله حجر رويز واز ريدي رويز لو هي واز ريدي ذا سكند فايت كان ربح توك ات ايزي صح وايلدر بيربح جوشوا ايه ورويز بيربح جوشوا فيوري ما بيربح جوشوا انا هيك بحس بيربح ديسيجن جوشوا وي نيفر نو اتس بوكسينج حلو بس بدك تشوف الجيم بلان يعني ليك فيوري شو عامل مع وايلدر تاني فايت صح الجيم بلان غير كل شيء صح 100% بدي اشوف منتلي وين انه هذاك قال شو قال اي واز ويرينج ا فيري هيفي سوت ما وشحط انا الكوتش تبعه بعرفه مارك بليلن كثير بعرفه من نيويورك وهيك شحطه هو اللي قبل ما انشف توقف الفايت هي سيفد هيز لايف شحطه وقال صار يحط له انه حطيت له شيء بالمي وشو في عالم ما بتتقبل تخسر صح خلص لانه هي تو ماتش ايجو 45 39 نوك اوتس اندرستاندبل طبيعي شو رايك بمايك تايسون Big fan, but not the greatest. Because he didn't prove that he's the greatest. With his fights, with his opponents. He didn't fight anybody great. But he reached the top heavyweights at the time. خسر لأنه he wasn't dedicated. But I cannot give it to him. صح. وأنت بالحق عليك. يعني it's part of the sport to be dedicated. Okay. If you weren't dedicated, مش حق علي. صح. فهمت قصدي بس ما في اعطيك اياه وفي عالم عامله ربحانه كل شيء يعني محمد علي ربح جو فريجر كان نورتون جورج فورمر بلا بلا انت خسرت مع نيكس ليفيت فاندر هوليفيلد باستر دوغلاس من وراك انت ما خليت حالك تصير جريتست حتى الاير ثينج مع هوليفيلد انت ما خليت حالك تكون جريتست حق عليك اتس نوت ماي بروبلم بس انه هيز يونيك مثله ماتشينكو اوكي هيك شوي مثل بعض لوماتشينكو بس تحضره وتقول مش معقول انه يخسر بدك تحضر ايه صح 100% بس من لوقت تيوفيمو لوماتشينكو ما كان لعب مع حدا صح كان لعب مع وورد شامبيونز بس قول هيك ما عم بقارن حالي فيهم هوا شغله ايه ما لعب مع حدا كلاس اي فايتر فهمت قصدي تيوفيمو از كلاس اي فايتر اتس ديفرنت وان لاست بيرسون راين غارسيا جود جاي جود و كابل مور فايتس تبع لوك كامبل هيل بي جريت اوكي ومين بيربح هو ام تانك اور هينز هلا تانك بيقتله بيقتلوا بس تانك وتيوفيمو بيقتلون لديفن هيني وراين غارسيا هلا بس راين غارسيا a couple
few more fights, he'll get better. But حتى إذا if you think أنا am a huge fan of Ryan Garcia, but if you think 3 fights ago or 4 fights ago, he did very bad fight. وقتها كان كل وقت عم يعبطوا لل. مشكلة براين غارسيا, his defense is bad, his footwork is bad. يعني بلاحظ كي بيوقف كتير جالس. يعني لو كان بالوقع هناك ده هيدي منا هينة. واللي خلى تيوفيمو شفت إيده, يعني أنا قلت راحت إيده وقتها وقع. أنا قلت راحت. اللي خلى لوماتشينكو يخسر مع تيوفيمو هي النوك داون اللي خسرها مع ليناريس, لأنه عرف شو الويك بوينت عنده. وقال لوماتشينكو, قال هلا they know that I have a weak point, now they're gonna fight me more. They fought you, they fuck you up. So مع راين غارسيا خسر هيك, وقع هيك مع لو كامبل. إذا بصيبه هيك جيفانتا ديفيز ولو كامبل كان خيفان. The whole fight he was scared. حتى بس وقعوا بإخيفان. إنه خلاص لو كامبل was over. يعني ولو كامبل بهلا بعيتون هول stepping stone. بيستعملون young fighters. مثل هيدا مثل مش هيك هلا باكيو غارسيا عم he's calling out باكيو. بيستعمل باكيو, معناه باكيو بيقتله. They will not fight by the way. باكيو will kill him anyway. ما رح نحكي عن لوغان بول فلويد ماي ويذر. Please لا. Okay. جيك بول as a boxer. ليك he's doing something good for the sport, بس عم بحكيك هو as a لا no he's not he's making money he's إيه. not doing something good for the sport, بس عم بيجيب عالم جديد تيقدروا يحضروا البوكس. يحضروا إله شو عم يحضرون إله, يا ريت بيعطوني فايت مع جيك بول, بيحضروا the full pay per view. خي طيب, بس انه ما بصدق انه ديفن هيني لعب undercard. call him ما بصدق انه ديفن هيني لعب على الدبليو بي سي بيلت undercard للوغن بول. No, it doesn't make any sense. Yeah. But this is boxing. It's business. Tier money, it's man. صح. Money talks with boxing. صح. حتى مثلا business. If you think about قد ايه ربح فلويد ضد ماكغريغور. عمل 320 مليون from one fight. كان في يخلال لسه من اول easy fight. ماكغريغور بحياته رح يربح على ولا بوكسر. يعني جيك بول في على في يربح. بيربح ماكغريغور هلا. في بيقول لي لا, انا بقول جيك بول بيربح على ماكغريغور. أولى بالإنجليزي بس تنبعت له إياها. جيك بول will knock out Conor McGregor. You will knock him out. Because Jake Paul, he has the basics of boxing. McGregor doesn't have the basics of boxing. He knows how to clinch Jake Paul. He knows how to throw uppercut. McGregor, like, he's an MMA fighter. It's different. What's your goal? This year? No, your goal as a boxer. As a boxer or as a human being? As a boxer. As a boxer to be world champion. Okay. To when, be the WBC world champion. مش world champion. The WBC world champion. يعني in your weight class. Hi, Mauricio Sulaiman. He's the president of WBC. He's originally, his grandfather, he's originally Lebanese. And he's so proud that there is a Lebanese professional boxer right now. Hello. Who's the champ هلأ بالweight class تبعك? Canelo. And... Do you see yourself? لا أصلاً. Do you see yourself in these 2 years or 3 years going? I hope so. In 3 years, yeah. Okay. That's a good fight. إذا هلا قالوا لك fight Canelo, would you be? No. Okay. You would. I would ruin my career. I like. You would go for it for the money. Do you think you can win? Now? No way. No way. No way. Okay. Hello. Bro, this guy has more than 50 fights. I have 6 fights. Hello. He's been boxing. وسمعت مرة أنه your dream is to defend here بلبنان. What's gonna happen? ولا مرة صارت. ما نحن عن جد عيب واحد يحكي. نحن أنا لعبت بطولة لبنان 10 سنين. الشيدر تبع الرينج ما كانوا يزبطوه, مخزوق. كنت تعال اجري تبع. شو عم تحكي؟ في opportunity ألعب بجولاي بدبي. That's a good step too. حلو كثير, لانه هلا دبليو بي سي عم بيعملوا دبليو سي ميدل ايست, فيجيبوا فايتس لهون يهتموا بالميدل ايست. حلو. سو اتس ميبي اتس غانا هابن. واتس يور دريم فايت؟ ما في حدا هلا وورلد تشامبيون لايك تو بي ذا بيست بوكسر اند ذا ما في حدا بدك تلعب ضده. يعني شخص, يعني مثلا انت بدك تلعب ضد ماني اور بدك تلعب ضد فلويد اور مش موجوده. هلا اقول لك مين حلمي. لو قديم dream fight. I would love to share the ring with any weight. محمد علي is any weight. Okay. Easy. ما بفكر فيها مرتين. بس my weight بحس Roy Jones Jr. Bernard Hopkins. Hello. They would kill me بس إنه. Hello. Nadim. I fucking love this episode. يعني أنا إذا بتسأل ألين, أنا بقعد بشتغل 16 hours per day. The last 8 hours إن شاء الله عديت صح. The last 8 hours boxing.
عم بحضر بوكسينج من عبكرة العشية. بوكسينج وصار ليش سنة سنتين يو اس سي بوكسينج كل وقت كل وقت it's I fucking love it. ما بقى تحضر شيك بول؟ لا 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 it's just for entertainment. عطول بقول لهم يا ريت بيجيبوا لي فايت أو شي بعمل مصاري و I prove إنه when you're a boxer you cannot it's different. تا تا. Thank you so much for being on the show. Thank you guys. Thank you for having me here. عن جد. Amazing person, amazing guest. I love that. You're amazing too. أول مرة تكون مرتاح. Thank you. Usually بتروح بتعرف interview. يلا يلا يلا. This is I'm very happy. Thank you so much. This is the goal. It's been amazing to have you, guys. إذا بعد ما نكون عاملين subscribe الكبسة تحت على اليمين إن شاء الله أنا هلا إيه على اليمين في هلا راسي رح يبين فيكم تكبسوا بتعملوا subscribe. If you want to follow Nadim شو عندك Instagram؟ Instagram the unpredictable double underscore the unpredictable double underscore YouTube yes. YouTube Nadim Salloum كتير منيح it's going to be in the description. إذا بعدكم عم تحضروا هالفيديو وبدكم تسمعوا الأوديو for the next episodes or the episodes اللي قبلون the links كمان رح يكونوا in the description في Spotify أنغامي Apple Podcast. Thank you so much for being here ومنشوفكم جمعة قبل ما نخلص بنعمل the drink of the episode. سألته أنا شو بدو يشرب قال لي water please so, okay, cheers ما أنا بقوله bad luck باللبناني بس أنه cheers I'll see you next Saturday.